تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم في لايف جديد كالعادة كما كل ليلة. بحول الله من هنا حتى اليوم في الكونفينمون ما نغيبوش عليكم حتى ليلة مثالش. بعد ما جبنا عديد الملاعبية في تونس، البداية كانت مع اسكندر العبيدي ثم محمد علي برمضان، أيضا البارح كان معنا معز بولحية، وكان معنا زوز ضيوف، معز بولحية كيف كيف كان معنا محمد علي منصر. اليوم نرجع شوية للتاريخ، شوية واحد لاعب من أفضل الملاعبية تقريبا، أنا أعتبرهم اللي جابتهم الكرة في تونس، زبير بي أكيد، اللي يقول زبير يقول الصنعة لفيان، تكنيكومو ملاعب برشا ما شاء الله. زبير بي لعب في أفضل الفرق أو البطولات في أوروبا، لعب في البوندسليغا مع نادي فرايبورغ، كان الكابتن، وصل الكابتن، أول عربي ياخذ كابتنة في جمعية في ألمانيا، عمل عام ممتاز برشا، كيما لعب في تركيا مع نادي بيشكتاش، واحد من الكبار نتاع البطوله التركيه، وايضا لعب في قطر قبل ما يكمل مسيرته في الاتوال، ثم فريق الام هلال مساكن. ملعب الموسم الماضي مازال يلعب مع زبير، 45 عام تقريبا توا، ومازال تبارك يلعب في لعب في ديفيزيون 3 مع هلال مساكن، ولعب وسجل حتى مخالفه. ادم تحيه ليك بشير، سافا اخويا، انا استغرامير ولينا مادام قاعدين مانيش نخدم، شادين الدوره كنبدلوا شويه جو. غدوه ايضا باش يكون مع بحضنا ضيف لاعب من النادي الافريقي تو بعد تو من هنا اللي نعطيكم اسمه ان شاء الله، لاعب تو في الكلوب باش يكون بحضنا غدوه ان شاء الله على انستغرام كيما تعودت الناس الكل. دونك كيما الحوارات نتاعنا الكل تلقاوهم عشان يوتيوب اسلام المده بتوقع هبط 7 و8 دو بارتي نتاع حوار معز بولحية، 9 حاليا مازال كيهبط الحوار مع محمد علي منصر، تلقاوه عشان يوتيوب اسلام المد، تدخلوا تلقاوه اليوم نتاعها على الكونت انستغرام في البروفيل نتاعي، كما تنجموا تلقاو ايضا تدخلوا في الريشيرش تكتبوا اسلام المد تلقاوه يطلع لكم بالطبيعة الشين يوتيوب، كما تعملوا ابوني للكونت انستغرام باش تلقاو كل شيء وكل جديد بخصوص الحوارات اللي قاعدين نعملوا فيها، ان شاء الله تنال اعجابكم. بعد شويه كما تعودتوا زبير يدخل دقيقه دقيقتين اخرين ان شاء الله يكون موجود معانا اللاعب الدولي السابق للنجم الساحلي زبير بيا. تحية للناس الكل اللي يتفرجوا فينا، وبالخصوص العباد اللي كل يوم تدخل وتعاود وترجع وتعاود برونديفو هذايا كل يوم. دونك في انتظار يلتحق بينا زبير، ان شاء الله تستمتعوا معنا. اكيد اللي عنده بون، فما شكون بعثوا لي سؤالات نحاول نقراهم الكل اللي وصلوا البارح واليوم، وبعد في فقرة نتاع السؤالات نتاع العباد ميساج تبعثوا كومنتات، نحاولوا إذا كان فما سؤال ما تسألش وما تحكيش عليه نحاولوا نوصلوه لزبير. أكيد باش نحكيو على الإتوال، باش نحكيو على مساكن، باش نحكيو على المنتخب، باش نحكيو على الكورة اليوم في تونس، عديد المواضيع أكيد يستحق، وباش تمتعوا أكيد بها مع لاعب كبير، لاعب زبير بيا السبع الحية كما يحلو أحباء اللي توالي ومنتخب باش يناديولو. دونك نورمالمون يكون موجود معانا زبير توا. دونك شوية آخر يكون معنا زبير بيا اللاعب السابق ليتوال إن شاء الله. كنت نحكي معاه منذ قليل، قلت له ندخل أنا دقيقتين ثلاثة نقدمك وبعد تلتحق بيا أنت. سيدي ذيك المد، مرحبا بيك محرز برناس.
شنو هي الامور يا خويا؟ اه وي زبير جران كاليبر، شنية منذ قليل الجماعية، شنية منذ قليل هذه؟ الحمد لله سيديك عايش، مرحبا بيك. عبد الباسط مرحبا. نذكر العباد اللي يتفرجوا فينا، مازلنا نستناو في زبير يلتحق بنا. ترجي دولة مرحبا بيك، هاني كيف كيف مرحبا بيك صديقي. باهي، مرة جاية تنقول قبيلة شوية. زوبة أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا. شحوالك خويا؟ إيش لاباس؟ أحوالك أنت، لاباس؟ أنا قلقين والله خويا، ما عادش للتوب وصلنا. الله يقدر الخير، الله يقدر الخير. كناس كل فادينا، ما كما تعرف بيان سور، ما عندناش حل آخر، عرفت؟ نزلت مطاولة بقى ما حكيت. والله إذا كان نكملوا هكا فريمون، أنا بوكو تشونس باش نخرجوا منها الساعة قبل كل شيء، عرفت؟ باش ما نخسروش برشا ناس باهين، أما ولا ناس نحبوهم. دونك أن ساكريفيس فريمون، طول شوية لما حاله ويقلق شوية، مي كي تشوف ناس كيما في فرنسا، معناها فريمون وناسنا اللي هما من عائلاتنا وكذا كذا، صحيح يتغصبوا على جمعتين أخرين، عرفت؟ وإحنا شوية هكا عامرك مرخوفين، الحمد معناها لله بلاكوريا برشا بلايص نحن. فرنسا فريمون صافي سافا فير ترو، معناها 4 سيمين و4 سيمين، معناها لو 11 ماي، تصور انت في بالك، معناها التعب فينونسيرمون، التعب مورالمون، التعب على كل الاصعده، بصراحه سي با فاسيل، معناها والواحد ما عارف يقول الحمد لله. سورتو احنا الحمد لله. فريمون ماهيش كلي اي صحيح. مسكره برشا، عرفت؟ ومع هذا تشوف دي ريزولتا، معناها مقبولين، عرفت؟ لا الحمد لله لاباس. فريمون، تبدا عايش لبرا وتدورك البلدان الكل، تعرف قديش هوني فيير بالتوانسه وباللي ميدسان وباللي جينيراسيون الباهين اللي فريمون رحموا على كبارات اللي حطوا البلاد هذه على السكه برجوليه، عرفت؟ اون ديري الابتلاء هذا جانا باش نعرفوا فريمون قيمتك اللي عملوا بورقيبة وحطوا على السكة وكل شيء، باش عبود 60 70 عام تشوفوا ان شاء الله دي الجاي خير ميدسان. وبعد. اويا ان شاء الله الجاي خير. لازمنا نترباو من هالبيريود هذه الصعيبة، فريمون لازمنا نتعلموا برشا حاجات. اما بدينا نشوفوا حاجات باهيه ان شاء الله يقعدوا بعد، كيما الصف قدام الحوينت وفي قدام الفارماسي، ان شاء الله يقعدوا حاجات كيما هكا. سكي سور، كونه برشا حاجات مش تتبدل، تعرفها والله، برشا حاجات برشا حاجات، مي بون لافيكسيون تحرمنا منها كمان شويه، عرفت؟ هي تشوف صحيح. ابوك ولا امك ولا حتى صغارك ساعات، ولا عائلتك هكا ساعات، مي بون، ما الحاجات الباهيه في تونس، والله والله تتق في كوشه هنا في سوسه، والله ساعات قلبك يتهز، عرفت؟ تشوف لو ريسبيك يا ولا واحد يخرنن، ولا واحد ينو ريسبكتو با سا، معناها فريمون حاجه تعمل كيف، صحيح. ويعقموا الفلوس وتشوف تعامل، تقول انت كي الحضاري اللي تتمناه، عرفت؟ دونك احنا اني كابابل اللي احنا في سير الايام راهو نعملوه لبرا، صحيح. يعني وليت انا في المطار وليت نعمل كيف، كي نشد الصف، على خاطر جو سوي اوبليجي في دبي باش نشد الصف، علاش نجي في تونس وما نشدش الصف؟ فهمت كيفاش؟
وليد تلقى كيف، عرفت؟ تقول اني تونسي، كي تبدا حاجه لبرا من البلاد نعملها في الاوروب، نقف في الصف بسيف نعليه ونستنى بسيف نعليه وكذا كذا، ونجي في تونس وليد بوربا. دونك عقلية. ايه يا ما هنت بيدك، قبل 3 سوايع كنت في مطار اخر شاد الصف بسيف نعليه، تهبط في تونس تولي تيشيرش كيفاش تستعمل انترفونسيون كيفاش تعمل. صحيح. اي با ما ان شاء الله نكونوا دي زيكزامبل معناها للناس، على خاطر برشا ناس وتوا في تونس راهو في البيريود الاخر ما عاد يسكت لك حد، تعدي الصف ولا تعمل حاجه هك ولا هك ولا اي يدفعوا لك بالضبط، يشنوك. ويصوروك فيديو يهبطوك على اه الفيسبوك تهبط يا معلم، هات عاش عندك. لا لا مي فون، انت جيت حاجات في قلب مش خايبه الازمه، كنت برشا في ذي. الامارات. اي لاخر دقيقه يعني دقيقه 90 لو سلك 18 انت سكرت، لو كم جيتش 17 وقت روحت. هكا تو غادي. اي راني تو غادي وراني في المشكله هذه نتاع البعد ونتاع كيفاش ترجع لتونس ونتاع الحجر الصحي اللي في دي كونديسيون صعاب، خاطر وقت اللي روحت عملت 14 يوم في داري كمان، معناها أه. تقعد ديما تدخل عليك مرتك، تدخل عليك صغارك، تاكل في حاجه معقوله كمان، راهو يكذب عليك اللي يقول لك، معناها توا سالي ولين كومبليكي على قعدت ما خاطر شفتوش بريود بعيد عليه، حتى متسلم عليه ليه؟ والله من الكهرباء، من الكهرباء يا بطلي نخرج شفتك ايه؟ للبركونه ما نجمش، الله غالب ما نجمش. اي في سيونيك عنده ولد بركه وعلاقه ما نحكي لك شيء، معناها عرفت، وجيت توا اكثر من اي وقت في يحتاجني، عرفت. دونك الحمد لله كي خرجت فريمون ما تصورش قاش فرح، وخرجت بيان سور لاباس وما عندكش المرض وكل شيء، زدت تنجم تقرب تنجم تشوفه كل شيء ونهزه معايا وكذا كذا، الحقيقة فرحة كبيرة الحمد معناها لله. عرفت. أما كمهم 14 يوم، 14 يوم سي با فاسيل معناها، ما تعرف ما نحسبوش احنا كيما يحسبوا الكبار، الكبار النهار بالضبط. بحسابه، واحنا زعم زعمة هاو كفيزال عنا الوقت وتو وتو، هما لا هما يقولكش تفرق نضمنوش، صحيح. عرفت، تفرق صحيح. برشا في ليتا ديسبري. احنا كنا مبرمجين في راديو زبير، كل ما طيحتكش في تونس، كل مره في ايطاليا او في الامارات وديت لهنا. الله غالب والله، يلا غالب اسلام، اني وبجودي مع الحقيقه ونكون صادق معاك، من ما نتحمسش برشا لي ديبلاسمونات باش نمشي للراديو كذا كذا، والحاجه الاخرى اللي تقلق تحسها معناها نفس ستيروتيبي، عرفت، نفس الشيء نفس الشيء باش تمشي نيمبورت كان راديو، اون لي ميم سوجي، عارف كيفاش وليت نلوج على حاجه انا نقولوا داكتواليتي شويه هكا جديده يحبوها الناس، باش تحكي لهم على التاريخ وباش تحكي لهم على لعبت الكوره ومشيت لهنا وشريت فرايبورغ ومشيت ليتوال ولعبت انترناسيونال، بليز او موان الناس تعودت بها، معناها هي من اما ما مهم عادش زبير، نتحمس فما برشا. عباد صغار ما خلطوش توا تغرموا بكل، ما خلطوش على زبير بيا مثلا، المهم انهم يعرفوا شكون رموز تاع البلاد، معناها الكوارج اللي كبار اي جابتهم تونس. با تعرف توا اسلام، ما عادش كي ما عادش نفس التفكير كيما احنا قبل، راهو توا يدخل لك على جوجل يخرج لك الخنار الكل، يخرج لك الدنيا كله، ينجم يدخل على ويكيبيديا ويشوف الستاتستيك نتاعك ويفهم ويعمل فكره، فهمت؟ هاي هاي علاش فهمت علاش نحب نقول لك، وتلمو عملت دي انترفيو اللي نحكي وعلى هذه وعلى البيب باركور نتاعك من مساكن، عرفت بون دو باساج تذكير كذا كذا، روبورتاج تعمل فيها بار اكزومبل، وبعدين نحكيو في لي زاكتواليتي في دي في حاجات هكا شويه، ما سا دي بون جورناليست اللي يعرف يخرج الحاجات اللي متخبين اللي ما يتقالوش اللي فهمت، وبيان سور مكتوف توا قلوبنا رقت شويه في البيريود الاخيره بالمرض هذايا، الحزازيات قلت بين الجمعيات وبين العباد وكذا كذا، دونك تو ميو باش نكونوا اكزامبل باش نحيو اخويا هالحاجات الخايبه، ونحكيو على لي ريلاسيون كيفاش ما يلزمهمش يقعدوا ديما مبنيين على تو، فماش واحد حكى على موضوع خف حده الحزازيات اللي بين الجمعيات والسبان، وانت ما تحبش جمعيتي واني ما نحبش جمعيتك، وذاك يقولش بيك تسب في جمعيتي، هذاش هذا يفو بروفيتي، ما عرفتش شفتش الفيديو اللي عملته وقت اللي بور فيليسيتيك الناس اللي تخدموا باش نهزوا لهم المورال وكل شيء، جيفاري لي جوار لي معناها الاصحاب من الكارير، وفما 3 ولا 4 بون جاوا متمخر ما لحقوش، معناها الفيديوهات نتاعهم ما وصلوش في الوقت، مي كوميم حبيتها شليله ومليله بور
باش نحسوا الناس اللي راهو معناها لا هو درس في الدنيا هيك العداوات والريق هذاك كله ما يدومش راه لازم من ساعات نعرفوا هو معناها اسمعني، نركحوا الجو نعرفش شوية برجولي. ممكن ما نفقكش برشا زباير، فما حد صحيح، لكن حتى في العالم الكل موجود حاجات كيما هكا بين برشلونه وريال، نشيخ عليك نشيخ عليه، اما ما لازمش يفوت الحد المسموح نتاع العداوه والكره معناها. صحيح. طب ايش مش اي احنا ريت اللي احنا بطبيعتنا عاطفيين برشا، نشيخ عليك نوع ونكرهك نوع اخر، فهمت لا ديفيرونس وينا اي نكمبو بيان سور مهم. ربحت نشيخو خي تواني صحابي اللي مكشخين يعلم بهم كان ربي قديش وليت توا كي نلعب نبدا في استوديو بور ايفيتي الحساسيات ونقول ولا جو فيليسيت صحابي من جمهور كذا كذا عخاطر بالحق بالحق عندك اصحابك ويكمسوا لك وتكمسوا لهم وتلاقوا في الطريق اعطيناكم اربعه اعطيتونا ثلاثه ربحناكم درق راسك وقت اللي يربحوك تولي لسانك طويل وقت اللي تربح حاجات كيما كيكه فهمت اللي بالضبط. با هذيك الكمامس اما تفرق والكلاميكا معلي بين عبد اما يطلع عادي لك واحد يقول وبين لك شبيك اللاعب تكره ولا اون الترجي، بوبليك مان. يطلع لك واحد يقول لك شبيك تكره الترجي، ودي ما نكرهش الترجي يا ودي نحب جيتوال اخي نجم يحب جيتوال وترجي مع بعضهم مستحيل، اخي نجم يحب جيتوال ما هو امبوسيبل. هكاك سي تخلقنا هكاك الله غالب اما نكره الترجي عليه كنا نتعاركوا في الكوره كذا كذا يمشي على روحه اما عندي اصحابي 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 الرسمي 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 عندي برشا اصحابي ما فهمتش القصد كان فرق بين نكمسوا لبعضنا وبين نكرهوا بعضنا صحيح في بالضبط. ناس تاخذها معناها باز معناها عرفت نكرك اصفاقسي ولا مكاشخ لا ما عيب عرفت علاش قلت لك توا اللي طون باش هكا نطيبوا شويه نفوس ونطيبوا الخواطر ونردوه جو باهي صحيح ونتعلموا نقولوا للناس راهو ما يدوم حال راهو لعبنا الكوره وتعاركنا وتضاربنا ومش على روحه عرفت ولا الناس وتوا راهو هاك تشوف البريود هذه جات نمر بها الناس الكل فماش واحد اكسبسيون مخلوق على الكره الارضيه ماهوش اكسبسيون الناس الكل بالضبط. بون درس درس بور يبونسي زاده كمان اما الواحد ما ينحيش وجهه من خشمه ليتوال سي جمعيتي ليتوال خلقت نحب لقيت روحي هكاك لعبت بون بعدين كذا بون ما نجمش تسمباتيزي مع ناس تسمباتيزي مع جمعيات هكا اقل شويه اما دي ريفاليتي مع دي كونكورون ديريكت ما نجمش نقول انا عرفت ما تنجمش. هذاك علاش يعني هو يقولها ملاعبي ولا حد معروف، بين يقولها محب عادي كي يقولها مثلا صحيح زبير بيا، وكنتو العام صحيح على الكرايه كبيره معناها، تمشي يا باهي يا خايبه، تمشي في الدو كوتي تاخذ امبلوي كبيره معناها. اي هذاك علاش نحبوها برشا ناس يعملوها وبرشا ناس يقولوها خاصة اللي لعبوا الكرة وكملوا اللي لعبوا كرة وكملوا وقتها تولي عرفت خذوا الدرس ومروا بالواحد ودخلوا للشارع ما عادش كي تكون تلعب هكا تهزك الريح وتهزك لي كونتاكت مع العباد يكونوا اقل شوية بعدين كي تكبر وتكمل تولي فريمون ريال كونتاكت مع الشعب هو تولي انت مرتبط اكد لي بالناس زبير اكثر من نتصور اي وقت كان ما يش غلط، انت ابار حتى في الساحل محبوب بلايص الكل، في صفاقس في العاصمه، انت احكي لي مواقف صاروا لك، نتصور صارت برشا حاجات من البوبليك الاسبيرونس من الكلوب سي اس اس، نتصور الناس الكل تحبك ولا ايه؟ لا ديما يقول لك يعني مثلا ما نحبش لتوال اما نحبك تصير برشا مرات هذه تتعاود برشا مرات اما تعرف العباد عرفت في انا قدامك نوع وراك نجم يكون نوع اخر مش بالضروره ديما اما نجم يكون نوع اخر اما ما بعض الحقيقه ملاعبية اي، اما ملاعبية كلين كيما كنتي مثلا كيما عادل، فهم لاعبية طيب برشا خاصة ليكيب ناسيونال، العباد سلام زياد زياد كيف كيف. سلام اللي عشناه احنا سورتو جيل 96 راك لازم تعيش الموقف اللي عشناه احنا راهو ما عاشوش الجينيراسيون حتى اللي هزت 2004 راهي ما عاشتوش الاستقبال اتونسيون الشعبي كي روحت وتحكي الاستقبال الشعبي اللي كي روحنا ما نقول لك الناس ترمي في الفيست نتاعها ولابسين كشاوي فيست وكرافات وما تعرف معناها الناس انت عشت موقف ناس من المطار في كاميون نتاع الجيش تجري وراك شق ومحمد الخامس تبكي تعيط نساء رجال نساء كبار موقف ما عاشوا حتى في الكرة في تونس ما نعرفش الأرجنتين عاشوه ولا قبلنا أما اللي عشناه احنا في البيرود هذيك معناها تحس روحك فرحت الناس عايشتهم رمضان اكستراوردينير
وجاوب شو يقولوا لك يعطيك الصحه. وقتها تقول بالحق يا يعني ريلاسيون بين الملاعبي والجمهور صحيح. وجمهور جمعيه. اتونسيون رد بالك، جمهور الدرابو معناها يقولوا عايشنا الشعب. اي درابو الناس تلمو شيخت فك البيرود هذيك وعاشت الحلم وعدى لها رمضان اكسترا اوردينير. وقت اللي روحنا جاو وجراو في الشارع محمد الخامس ايامات بورقيبه، معناها وقت اللي يتحرك يلموا العباد الكل يشدوا كاس منا ومنا، احنا ناس تجري ورانا وتجري بجنبنا وتجري فوق الكاميون شكون وغلاء كنتوا تحكيوا وعياط. انت مع شكون حكيت وقتها زبير؟ حكينا على كواليس من المومون هذاك. عاش عندي ما شكون كان نحكي، احنا بحذاك نغدر مثلا؟ العباد نحيوا في العباد. والله الاولاد فما تصويره يعني وعادل وشكري وقتها سيتان سنتيمون معناها اكسترا اوردينير، معناها ما نجمش نحكي لك ما نذكرش مليح زاد اون بلوس، معناها ما عنديش هيك الذاكره القويه للدرجه هذه. مي شفت تصاور ولا حاجات هكاك، الناس ترمي في دباشها، الناس ترمي في الفيستات سوفونير. اوروزمون وقتها دباشنا مش معانا، خلاوه في القبه، رجعنا له بعد ما كملنا تورني مشينا القبه هزينا دباشنا. مي وقتها ممكن كنا نفرتوا باجاج ونرميه للناس. صدقني صدقني حاجه ما تنحاش من ميموري، معناها زايد معناها فهمت. كيما كوب دو لا كاف 95 ليتوال، معناها ان مومون اكسترا، اول تيتر يدخل ليتوال في الكوب دافريك. فيلم زاده فريمون، فيلم يدور في مخ ورولاسيون مع البوبليك بطريقه رهيبه جدا. علاش احنا ممكن شويه عنك الخاصيه ذيك اللي عاشوا في البيريود بتاعنا، مثلا مراهقتهم ولا اللي حلوا عينيهم علينا نحن، قعدوا هكا عندهم شويه حاجه اللي نحن جينيراسيون اللي منهم بتاعنا انا. معناها اي باهي يعطيك الصحه انا 30 عام في الوقت، خربت عليك ممكن في اخرك شويه انا. لا 95 96 97 انا بديت عندي ناقل 98 الحقيقه، بديت ناقل 98 كوب دي مون لا 98 لا بواحد بديت ناقل. لا لا 95 96 97 بعد سنوات عجاف جات ايكيب اكسترا اوردينير مركبه بطريقه مزيانه على الاخر، اي وعندها فرشت ماتشوين. اي وعندها علاقه بالبوبليك اكسترا اوردينير، معناها كنا قراب للجمهور بطريقه غير عاديه. معناها مش يقولوا وقتها كان فما خلافات زبير ومقسومه ليكيب هاو ايتوال او اسبيرونس، ولا مش وقتها قبل؟ لا هذاك تحكي على ليكيب ناسيونال، اللي نحكي لك على ليتوال توا. اوكي سمح. اما ليكيب ناسيونال لو مومون لو ديكليك صار في 96 في الكوفي جوهانسبورغ، وقت قعدنا انا وشكري وعادل وسامي وانا با لو شوا، معناها نحي علينا الحكايات هذيا ونصفيو القلوب ونمشيو مرجلين والجمعيات لا. وصار ديكلونشي معناها بطريقه مش منظمه، مش محضره، بليتو مش منظمه مش محضره. احنا لعبنا الماتش الاول تعادلناه موزمبيق، الثاني غانا خسرناه، مي عملنا بلوز موان ماتش باهي ضد غانا خاطر يا في عبدي بيلي ويبوا ويكيب ايكيب معناها، ولكن تحسها كلي تسرقت منا الفيكتوار خاطر عملنا ماتش باهي. قعدنا الكوت ديفوار تروازيام ماتش، سيوس شاتيلي الله يذكره بالخير راجل فاضل وناس مليح على الاخر، الى يو لو فلير باش خرجنا نتعشى وبعد الخساره وقت اللي الناس كل ضدنا ولا الناس كل متغشه ولا الناس كل ديسو. خذينا في ريستوران وطيبنا ومرته طيب وكذا كذا، دونك من غير ستاف وحدنا، دونك بدا الحديث بدات القعده بدينا نقربوا لبعضنا، تخلقت الديكليك نتاع ما زال لنا ماتش ونروحوا. اوبليجي باش كل واحد يطيح رياكسيون. شويه منا ويطيح شويه منا، وبدينا نحكي وتخلق النوايو نتاع شكري وعادل وسامي ترابلسي والعبد لله سوا ديزان لي كاتر جراند كلوب. شد جينا لي كيفاش نال وقتها بالاولاد، خليو كل شيء على جنب وسوليداريتي، وفما شكون خرج على الجروب وجينا كاسبرجي قلنا له هذا السيد ما عادش يلعب وما عادش حاشي شكون معاه. لا عاد تولي مش باهي هكاك تو فاسون صارت ما يكفرش فينا حد. لا 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 مش حكايه تفرجنا حد، احنا ما نمشي حتى حد، ما ايوه انا نحكي لك وانا باش نحترم الشخص، ما انا ما ايه نجرحوش. فاتك عليك. لا نحكي لك انت انت تحب تسمع وتحب تعرف نعرف، ما ني جو با لو دير بور نو با جيني كلكان دوتر وكاو، عرفت باش ما نجرحش حد اخر. من غادي نشبه الكلام هذا، اما
بالحق معناها ديك ليك عاشت منه ليكيب ناسيونال وخذوه جينيراسيون تاع خالد بدره والبوعزيزي وكاشي وهزوه بعد نحنا ليكيب ناسيونال اللي بعدهم خاطر يافي دوتر بروبليم ا ميتريزي اللي هما جماعه اللي يجوا من فرنسا يجوك بيتا ديسبري اخرى تقسمت وذاك هكاكا وقتها بعد بعد تقسمت هكاك تخلق ان فينومين جديد كومون لو ميتريزي نتاع جماعه اللي يجوا من فرنسا. اوروزمون كان فما جماعه اخرين راجعين معاهم من فرنسا بداوا في تونس كيما حاتم وكيما حقي شويه فهمت باش تخلق شويه اكيليبر. دونك تراديسيون بالحق معناها بالحق تنحات موضوع الجمعيات والتكمبيس في ليك ناسيونال على ولد جمعيتي وهذا مش ولد جمعيتي بنسبه كبيره كبيره برشا في 96 وذاك علاش بعدين كما تقول انت على قد على قد النيه على قد العمل. كي كانت النيه باهيه جا جات العمل ريزولتا الباهي وجات ريزولتا ربحنا كوت ديفوار اي بوي بدا ان فينومين نتاع ثلاثة ماتشوات عملوا كيف للعباد الكل فريمون عملوا كيف للعباد الكل على ليبوك بعد ما خشنا عشنا خيبة 94 وكذا في تونس وصار وصار دونك هذاكم دي مومون بالحق دي مومون فور دي مومون مهم فور تكون بالحق البستيان فيكم معناها حتى ذلك اهم من يكون فما كواجية في الملعب بالضبط بالضبط لو نويو كرويا الفرق بين 94 و96 الور لا ما نحكي لك فيه بحر بحر فريمون بحر سي فري جات جينيراسيون تاع بوزيزي وقيس وسورتو هذوم الزوز اللي طلعوا بور دو بون في الكان ومهدي بن سليمان طلعوا في الكان هذيك 96 بالكديخ قال خلهم يلعبوا معناها كاسبرجيك اعطاهم لا شونس دو جوي معناها فتق مواهبك الكاليتي اللي كانت في ستة في 94 اينورم 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 اما وقتها كان عندنا شويه المشاكل اللي نحكيو فيهم عرفت نتاع صحيح جمعيات وتدخلات وبيرو مش شد الامور في ديه وكذا كذا فدوني ريزولتا العكس نتاع 96. باهي معز بولحيه كان معايا البارح يوجهك تحيه موجود معانا في اخويا اللايف اخويا معز هذاك وعشيري وصاحبي وكل حكيت شيء البارح حكينا عليك البارح ما عرفتش تفرجت ولا حكي عليك معز عشرة عشرة كبيرة برشا معز مو عشرة عشرة وصحبة وحتى في عائلية الدوحة وكل شيء لا في الدوحة لا لا عشرة عشرة معز معناها ولو كونتاكت بيرمانون ونحبه معز نحبه خاطر عرفت نعرفه واحنا مليح على حقيقة عرفت بيان سور نعرف العائلة وكل شيء دونك ماش يقعد في يقعد سيسكي ريست دان لا في دي علاقات باهين نجمو نقعدوا حدنا حد الكورة ونجمو نقعد اما فما ناس تتفاهم مع بعضها معز من الناس اللي يعجبني نمشي عليه ونتفاهم اني وياه ونفهموا بعضنا تنجم تقول بلوز او موان رغم اللي هو ماك تعرف جماعي مغفلق من هكا يا معلم مسكر كلوبيستا وي معز انا يعجبني اخويا يعجبني يحب جماعته نحب اللي يحب جماعته هكاك ويعمل نامبورت كال انيشيتيف باش يوقف مع جماعته وفهم برشا هكاك الحقيقه وي وي لا عشره كبيره برشا انا نحب هكاك الناس ونحب لوتروتيان لي ريلاسيون البارح قلت له شكون المحللين ماهوش بين سبور اذا تحبوا جيل بين سبور قال لي زبير الله غالب ما كتبتش عامنا وكنت ممكن فما كونتاكت قوي وحاول باش نجي معاهم وفي النيغوسياسيون ما الحقيقه ما وصلناش لحل في النيغوسياسيون على خاطر ما نجمش نبدل حاجه محترمتني ومقدرتني من غير ما يكون فما كما تقول انت الحافز الداعي الكبير الأكبر الحافز الكبير باش تبدل معناها كان باش تبدل بور لي ميم كونديسيون معناها خاصة دخولينا معناها في الامارات في ابو ظبي محترمين معايا على الاخر على الاخر في التعامل عرفت دونك للاسف ما كتبتش هي القمة زبي للي يحب الشهرة وللي يحب كل شيء صحيح عنده مان برودوي باهي ابو ظبي عملنا 3 سنين الاخرانيين عملنا تصفية كاس عالم اوروب عملنا تصفية امم اوروبا اوروب عملنا الكلاسيكو سوبر كوب ديسبانيا لي روتور عملنا دي تري تري جران ماتش عملنا فينال اسبانيا فينال ايطاليا عملنا ميلان ويوفي مع ديل بيرو جمعنا فينال كوب ديتالي روعة اما غير كانت مشفرة فرنشت برشا بطولة عربية العباد ما خاطر تحلت بعدين كانت مشفرة اللي نحكي لك فيها علياني روعة عملنا الريفر والبوكا والريفر عملنا ماتش غير عادي عملنا استوديو نتاع الماتش اللي تبطل تتذكرش اي اي عملنا لحمد. استوديو 3 سوايع وقت الماتش مش يرجع مش يرجع مش تلعب مش تلعب كريم طرهوني في بيونس ايرس من غادي فرشتي هاي ظهرت فرشتي عملنا استوديو خرافي ليه عندنا تري بون ايكيب اخونا هيثم بن حسين
ايه زاد هيثم ايه عاشور تحية ليك، اخويا وصاحبي، زاد اخويا تحية ليك. برجولي وكريم الطرهوني اخويا، زاد اخويا هذوما الحقيقه عندي برشا ولاد صحابي في الدومين ونحبهم برشا، كي نقول نحبهم برشا ما وسام رمادي هذاك عشي هذاك العسل هذاك ما تعرفوش انت خويا تحية وسام بيان سور، اما اني نعرفه برشا ونحبه برشا، هذا خويا وصاحبي زاد تحية اليوم الناس الكل، عايش ومرحبا يا بهم. انت رجعت بين 96 94، انا نحن نسالك على مومون بالذات. اول نهار هكا انت قاعد وانت صغير 5 6 سنين خممت باش تعمل تيست تمشي تكوض، كيف جاتك الفكره وقتها؟ لا امبوسيبل امبوسيبل، ما تفكرش ها؟ ما جاتنيش الفكرة أصلا، معناها ما على فكرة ما جاتني حتى مرة الفكرة لا في كارييري ولا باش نبرمج ولا حتى شيء، صدقني معناها الأمور مشات تلقائية، يعني كما نقول كل شيء مشى هكاك كما هو، عرفت وقتاش وقت اللي بديت نبلاني فيه باش خرجت من فريبور، وقت بديت الأغلاط، وقتها بديت الأغلاط فريبورغ طيبها بشكتاش كيك أمان. صم الغلطة صارت، إلى حد فريبورغ كانت دي ديسيزيون باهين عملتهم، عرفت ريفليشي ورزان وكل شيء، وقت اللي بديت نبربش وبديت نكمبس هكا باش نعمل استراتيجية فسدتها، على خاطر بالحق معناه خممت فلوس وقت غلطت، وكان قعدت ببون ممكن فريبورغ معناه لزتني للديسيزيون، خاطر قال لي ما عادش ترجع ليك ناشيونال نتاع تونس، كل ما تمشي تونس تجيني مضروب، فهمت. قال لي ماشي ساعدني تمشي كيف ناسيونال تاع تونس تقعد عندي وهاو الكونترات وقدامك اعمل ايه يظهر لك، هذا كونترات وانت وقال لي ما كابتن اعطيتوش بعد في كيف وقت؟ قال لي حتى مره ما اعطيته الكونترا هذا في فريبورغ، اذا كانت اكونديسيون ما عادش تمشي لكيف ناسيونال، وقتها برجوليه كبرت قلت له لا لا سبيل اليه باش ما عادش تمشي لكيف ناسيونال، احنا في تونس راهي خيانه عظمى هذيك ما عادش تجي لكيف ناسيونال نتاعك، وانا ما يقبلها حتى حد اخوي، تقول لي حمله هذاك طلعته ليك ناسيونال هو سي تكبر عليها مع الشارع في ليك ناسيونال، دونك زيتي صحيح. كاتيجوريك بالنسبه لي يعني ما عادش باش نبطل ليك، ما نجمش نبطل ليك ناسيونال باش نجيك باش نقعد في فريبور، ومن هكا جات بشكتاش مرسو باهي فهمت، كسوا كيف فلوس ماشي كبيرة؟ ليبر وفلوس ماشي ليبر وكيب كبيره برجوليه نتاع ما كانش بارينا، هم كونتاكت اخر من ايكيب من المانيا وقتها. كان فما كونتاكت كبير برشا بدورتموند ولكن لجورجي خاطر دورتموند في ال3 سنين هكوما ماركيت ضدهم 3 مرات، دونك لو جور جي وقت اللي جينا باش نلعبوا لهم في ماتشهم اللي بالحق حاطين عينيهم عليا جي با بيان جوي، فهمت. معناها راتيت لو ماتش راتيتو كاريمون، معناها عرفت وقتها الحكايه صعبت على الاخر، المانجير قال لي مش نمشيو للبيست نتاع بشكتاش احسن فوك علينا، على خاطر سنه با مارشي هو بجوده اعترف معناها وشاف واني بجودي بيان سور، نعرف روحي ما لعبتش مليح دونك زيت، عرفت ترخفت الحكايه تعتبرها بالجورجي غلطة، قلت لي ماشي بشكتاش. بعدين من الاول ما بون بعدين ظهرت اللي ستافيري اللي من الريجلة نتاع المانيا وموديستي ويتا ديسبري نظيف تمشي لتركيا دانسو الكو تلقى معلم عالم اخر يفكر بطريقه اخرى ويتصرف بطريقه اخرى، بالحق معناها نقول لك الدنيا كلها تبدلت من نظام نتاع ان كلوب متوسط في المانيا اللي هو فرايبورغ، واذا معناها حتى كيب مش كبيره معناها كبرت بشويه بشويه ولات كيب محترمه في المانيا محترمه برشا، بعدين من 2001 وبعدين قعدت بروجريسيف وتمشي بالكدا وتخدم بالكدا، دونك تلقى روحك في كيف كونت جديدة في العام هذاك، ايتا ديسبريم تاع الاتراك صعب شوية، ايتا ديسبريم تاعهم معناها وجيت لبرا على المعلقة على الاخر الفوق، هذا هو لو تالونتيو تونيزيان لم يكسر الدنيا فهمت، وعامل في المانيا وكذا كذا، نلعبوا ماتش تاع جوبيلي تاع جور قديم عندهم من مركي للاسي ميلان ونربحوا لاسي ميلان اول ماتش، معناها عرفت زدت علقت هالبارة مش في السماء، اي بورتون بدا الماتش شويه شويه، ولكن هذيك لو طون تحسنا شويه شادينا رواحنا شويه ولينا برومي ولعبنا فينال كوب، ولكن في جمعتين خسرنا الدنيا كلها، عاد ليتا ديسبري اهم حاجه الانترونير الالماني جايبني هو تخلق نويوم تاع 3 4 ملاعبيه يحكيوا بالالمان بما فيهم اتراك، ولات معناها بروبليم دو فيستير كو دير، فهمت. تراتي ماتش عندهم اعلام غير عادي
عندهم اعلام قوي قوي، معناها بيبليك قوي واعلام قوي، ما يراتيوكش، معناها تضيع ماتش يقطعوك تقطيع، صحتك. يقطعوك تقطيع بالطرف بالطرف. الحقيقه رغم اني كان عنده خليت صعوبه برشا. انطباعات باهي، انا البارح حكى لي معز قال لي طلعت مع تاكسيست مره في تركيا، قال لي منين؟ قلت له تونسي، قال لي ديريك زبير باي. لا لا، بشكتاش بشكتاش قعد شويه، معناها ممكن كان زدت العام الثاني كانت الامور تتحسن برشا برشا. اتونسيون، كان زدت المره الثانيه ممكن راي الامور تحسنت برشا برشا، ما زدتش الحقيقه، على خاطر عندي كلوز في الكونترا تقول اذا كان افون لو 15 مي نبعث لهم ليتر ريكوموندي نمشي ليبر. وجاء في نفس الوقت كالعاده الخليج و32 واخر كوب دي موند ماشي ل 2002، وعرفت بديت نجيب الدور، هي 30 نمشيو للخليج ونمصمصو غادي ونروحوا. 4 شهور ما كملتهمش في الخليج 6 شهور عليك الحقيقه، 4 شهور رجعت بالضبط، ديكور. معناها وقت الصعيب على الاخر على الاخر، وجو مش كيما توا، معناها بعد تقريبا 4 سنين وين ولات فما ترانات ولا فما جو بتاع كوره في قطر. اليبوك بالحق ما فماش كوره بالكل، معناها عرفت تركيا. باش نفسر لك شويه، في المانيا الجارد ماتيريال كي تنحي ليكيبمون نتاعك من لونترينمون تنحيش مقلوب، تنحيه كيما كنت لابسه، معناها النومرو من برا، وتحط في الكورباي، سي فالابل بالنسبه للناس الكل. الجارد ماتيريال يجي يهز الكورباي، يهز يغسله، ما يهز لك انت مريولك ملوح في الارض، لا يهز الكورباي يغسله، يخلي لك مريولك غادي ملوح، عرفت شنو هو؟ والنومرو نظام هكا، عليها. النومرو هكا مكتوب عليه، يمشي للتابلو يقول فلان فلاني نومرو 7 سوبر باير 10,000 مريولو ملوح غادي، يجيك يقول لك عندك 10,000 اختيار خاطر مريولك ملوح غادي، ما جمش تنكر تقول له مش مريولي، انا 7 مكتوب عليه ومرك مريقله. يجي بلاستيك مسخه، بلاستيك مسخه فيها جازون، من لونترينمون دخلت بالجازون في الفيستيريت، يمشي للتابلو يجي قدام 7 تابلو معلق نتاع الخطايا ويكتب 10، تقول له علاش عطيت لي 10,000 خطيه؟ يقول لك بلاستيك مسخ. معناها نحكيو، نظام للمانا. قلت لك نحكيو في حاجه اكسترا اوردينير بالحق، معناها ما كي نقول لك الجارد ماتريال يخدم بالجواندويت وبالكرافات ما عندوش حتى مشكل، ما يستعرفلكش وبقدره. نجيو لفرايبور، نمشيو لبشكتاش، بشكل بشكتاش عندنا 3 جارد ماتريال في الفيستيريت، يشيطوا الصبابط، ياكلوا طريحه، يجوا معناها ياكلوا طريحه، معناها كي جوري ينحي صباطه يقول له ميمات ميمات، هو يتلفت ويضربوا به، ينحي الكلاسط يضربوا به الاخر، اون كونتر بارتي هاكا يعطيه يمشي له فلوس. عارف خاطر هما عندهم طبقيه فاحشه في تركيا، فاحشه اللي يخدموا الخدام الصغيره هذيك يتهنتلو على الاخر، صدقني يتهنتلو على الاخر على الاخر، ولكن اعطيهم ياخذوا فلوس، لكم هانم فاهمين بعضهم، يضربوا بالصباط وبعدين يقولوا هزوا برشيتوا واغسلوا ونظفوا، بعد ما يركحهم له هذوك الكل هاكا يمشي له، اللي شبيه العالم يدور هكا. بعد ما كان عندنا لوحيد قلبك الدنيا. غادي باندي الجارد ماتريال يحط لك خطيه، يحط لك خطيه وقت اللي تغلط في صباتك المسخ، صباتك في لوترمون في المطر، تلقاك جوار كل كيف كيف، اتونسيون صبارت مكتوب عليها من وامر زاد، والا ماشيين ديبلاسمون شو يعملوا كي ماشيين ديبلاسمون في فرايبورغ؟ غدوه الماتش، اليوم ماشيين، غدوه ماشيين ديبلاسمون، اخر لونترينمون كل واحد يحط الصبابط اللي حاجته بهم في البوكس في البواته، اللي مش تمشي معانا للستاد سوا ديزون ديبلاسمون، معناها انت كما حطيتش صباطك في البواته ممكن ما تلقاش، تمشي للطيران نهار الماتش يحلوا البوكس تاع الصبابط يحط كل واحد صباطه قدامه جارد ماتيريال، نجم ما تلقى حتى شيء قدامك لانك ما حطيتش صباطك وتتخطى. نعم. هي 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 على الناس كل، على الناس كل، منشفة نتاعك يتنشف وتلوحها في الكوربي، ما تنجمش تلوح منشفتك البارد تجي تاخذ خطيه وهي ماشيه في اخر الشهر ينحيوا لك الخطيه. بور تو دير كيفاش ريزونمون، الاخرين هاو ضربوا بالكلاس هاو ضربوا بالواحد، تبدل عليك معناها الهوية فريمون يقولوا في تركيا. تبدل عليه الهوية على الاخر على الاخر، حتى كل شيء حتى الكونسيبت معناها تبدل.
بيان سور ما تفهمش لغة، زاد عامل مقلق ما نحكي لكش. وهم يحكوا كان وحلال لغتهم غير تي طب ما يحكيو كان لغتهم. طبيب ما يحكيش انجلي، وقت اللي يمرض عزيز ولدي نمشي للطبيب يلزمني نكلم الكلوب يبعثوا لي مترجم، على خاطر الطبيب ما يحكيش. سي با نورمال، ولدك يمرض ما الطبيب ما يحكيش انجلي. عودي انا نعم فهمت ما ما يعرفوش، يحبوش زاد ما لا يحبوش ما يحكوا يعرفوش، لغة. ما يعرفوش يقراوا بالتركي. قال لي، قال احنا نقراوا بالتركي، عندهم نسبة كبيرة مهاجرين كما احنا، اما توندونس المانيا يحكيوا بالالمان، اما جينيراسيون صغيرة نتاعهم تحكي بالالمان. الكبار الور لا مغفلقين ما يعرفوا حتى شيء، فهمتك أيوة. ابين ابين تركي، وما تعلمتوش. انا ما نجمش نتعلموا فيه لو كلمات الله غالب تحفظهم، تاع صباح خير، على السلامة، السلام عليكم، وكل شيء بريس كيما العرب. أنا عرفت عنده برشا مصطلحات من العرب، مي سينو الحقيقة الأتراك صعاب 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 صعاب. وفي الكورة بصراحة كورجية، والنيفو نتاعهم قوي برشا، كورجية بالكدا بالكدا، ونيفو صحيح. قوي، أما صعاب زبير كاركتيرهم صعيب. فما شكون بعث سؤال رجع بينا 96 قال لك فما تهديدات كانوا في الفينال. والله بتتر بيبليك، اما نحنا صارت نرفيز، صار بروفوكاسيون، خاطر احنا لعبنا في دوربان دومي فينال، ومشينا لجوهانسبورغ باش نلعبوا الفينال. دونك في الترونسبور حطونا في اوتيل اون شونتي، معناها كمان ماهيش شويه معقوله في جو نتاع فينال كوب دافريك. قعدنا جي 3 4 سوايع ما حبيناش ندخلوا البيوت في الاوتيل هذاك، وبدات التدخلات وكلات بعضها وشنعتها الفيدراسيون تاعنا وكذا كذا، باش حولونا للاوتيل اللي مقيمه فيه الكاف. معناها الفينال ليله الماتش دخلنا للاوتيل اللي فيه الكاف، وفيه الناس اللي محترمه برشا والشخصيات الكبيره. اوتيل ولينا في نوع اخر، معناها من اللي كنا في اوتيل في شانتي ولينا في الاوتيل اللي فيه الكاف رسميا. فهمتك أيوة. بون الجو العام والجمهور البرا وكذا كذا، الحقيقة ما نعرفش، ما نجمش نكذب نقول صار بروفوكاسيون ولا حاجة. البروفوكاسيون صارت هنا في الأوتيل، في الحس، في التنرفيز، في التعب، خاطر احنا لعبنا دومي فينال بعدهم وكان تعب علينا أكثر. ممكن نلوم فيه رواحنا، ان احنا كنا بلوز او موان ساتيسفي، معناها اللي احنا وصلنا للفينال، معناها ما جاتش شكل اللي نزلت خطوة، ما امناش فهمت في مخاخنا 100% كلي نزلت خطوه دخلنا. فكلي اللي عملناه فريمون سي اكسترا اوردينير، وحاجه خارقه للعاده. نتصور هذا اللي لوم فيه نفسه، ما نلومش فيه البروفوكاسيون، ما نتصورهاش لعبت في التران، عملنا غلط في التران، مركونا منهم سي فري، هذه صحيح، وطحنا في اللوتو ساتيسفاكسيون، معناها في الاخر في السونتيمون دي جروب، تحس فما حاجه كانت ناقصه، فهمتك عرفت؟ حتى لابسونس تاع سامي الترابلسي كانت مهمة. بعد انت واسكندر زوز نفس البوست تقريبا، كيفاش كنت مع بعضكم زبير؟ فما شويه لعبتوا مع بعضكم تعودي ما شوية الكبار كل لعبناهم مع بعض، اي بدعة ودي بدعة مستقبل عملوها. تلقاها نشوفها توا زوز دي ساعد مع بعضهم على. اي اما بو عملنا دي ساكريفيس، سورتو انا عملت دي ساكريفيس، خاطر اسكندر ما ينجمش بدل برشا في الستيل نتاعو، عرفت؟ اني نبدل شوية في الستيل نتاعي، نلعب على اليسار بار اكزومبل. لعبنا في الكوب دي موند زوج مع بعضنا، لعبنا في لو فامو ماتش مصر وتونس وقت بعد ما توفى بلها الله يرحمه، اللي ما لقيت فيه واليميناتوار كوب دي موند وكل شيء، لعبنا مع بعضنا هنا في ان تري جرون ماتش. لعبنا في الكوب دي موند ضد كولومبيا وضد رومانيا، معناها لعبنا برشا ماتشات اخرين. اول ماتش ليا ساعه لعبناه مع بعضنا اللي هو في غينيا بيسا، ربحناه 3-1 ظهر لي، ماركي تاني وعلي زيتوني تقريب، حاجة كناك وعادي حمروني. لعبناها مع بعضنا، معناها سي ما نعرفش مانيش كلي كاريمون فرد ستيل، عرفت؟ بوتيتر دي مينور دو جو اي، انا كانت عندي الكاباسيتي باش في مواصفات اسكندر فريمون نخلي الاسباس لاسكندر، على خاطره فريمون حاجة مش لازم ما نحكي لك، كانش خاطر فما جو دي ريفالي ليك بيناتكم كوتوي، شوية مستحيل مستحيل تلمو اني جو ريسبكت لا بيرسون، مستحيل كانت ريفاليتي بيناتنا اني واسكندر. وبالحق معناها كنا اصحاب اصحاب، معناها بالحق معناها ما تصورش باش نحب الشخص هذاك، على خاطر اسكندر باهي، عرفت؟ باهي شنو نقول لك، باهي معناها مش عدواني،
عرفت؟ فصارت ريفاليتي مع دي جوار اخرين انا عدوانين، صارت لي فهمت. برشا معناها، مش مره واثنين، وفي المانيا وفي تركيا وفين تحب. بتتر من الاكثر اللي ريموت تتاقلم معاهم، واللي ما صارتش معناها مع حتى ريفاليتي، رغم اللي العالم كله حب يخلقها، اللي هو اسكندر. يعني كان نكته يحكيوها مع بعضنا، كان بلوت نلعبوه مع بعضنا، معناها باش معناها بكل صدق، هذا كل واحد يذكر فعله، هو مشى كل واحد على روحه، وعرفت وعنا قديش ما تلاقيناش. اسكندر نظيف، نقول لك واحد نظيف نظيف وشبعان، وفي الكورة نحكي لك على بوتنسيال، لعب برشا. موهوب مش ملاعب. رد بالك رد بالك اسلام، فهم فرق بين الملاعب والموهوب، لو تالون بيور بيور، معناه تنجم تلعب مع اسكندر تشوف انجاز تكنيك من وحي اللحظة، كيما عادي حمروني حاجة تجي من عند ربي، ما تنجمش ساعات اسكندر ماذا بيك ما تقربلوش، كرة متحركة دي كابابل دو فير دي جيست دو جيني. شنو هو؟ صحيح. ما عنده عيب، وكان بخلي بخلي وكيوفي، عرفت يعني، ما لحقت هما صراحة لما اللي لعبوا بعقربي الكورة هذيك ديما زبير يقول لك ما هو مش خدامه، يعمل على التكنيك نتاعه والقوة هذيك ما اسكندر. يخدمش. اسكندر مش امبيشيو، مش خدام، مش امبيشيو، عرفت؟ وكان جاي امبيشيو ممكن يمشي لبعيد برشا ويلعب لبرا ويعمل برشا حاجات. وجات فاكر البيريود فهمتك. اللي مازلنا ما خديناش الطريق منا ولا منا، مازال الطريق الوسط ينجح. اسكندر كان في الطريق الوسط يلعب في السي اس اس سينيور ويقرا وما يسيبش قرايتي، ما نسيبش قرايتي، معناها جاي فاكر في البيريود فهمتك. اللي مازلنا ما عندناش مفصل في الموضوع، يا بروفيسيونيل يا تقرا، لا مازال وقتها نصيف نصيف نقرا في الفاكولتي. اسكندر وقتها في الفاكولتي ويلعب في السي اس اس وفي ليكس ناسيونال، دونك المعادله ما كانتش سهله، اما هو عملها بصراحه. زوج اللي عشتهم ماني معناه اللي عشته مع قدر ما حضرتش على محمد العقربي وطارق، ما حضرتش عليهم، اما الموهبه نتاع عيادي ونتاع اسكندر ما شفتهاش بصراحه، ما شفتهاش. بعد احنا نسألك جو على حاجة الامام زاده زبير ونحب بصراحة تجاوبني. الدموع نتاع ماتش البطولة العربية اللي توالي هزت الفينال، دموع شنو هو بالضبط؟ والله يملول، هما دموع قهر، خاطر على خاطر الاربيتر دوزيميتان، نعرفه الاربيتر مش جديد عليا، من الاخر نعرفه مليح الاربيتر نظيف، ونعرف الاربيتراج نتاعو شنو هو، معاندي كاريمون دوزيام ميتان معناها كل الكوريكسيون نتاعو شفعت لنا في كفرون الاخر، كان ينجم ما عندوش ضمير، كان يعطي بينالتي للهلال في اخر الماتش، لكن ما يمنعش تغششت عليه. سمعتني قص اسلام ايش شوية قلت لك؟ وارجع. انا أبارا مو مشكلة في الكونيكسيون، قص شوية وارجع، تعود نو مو سي بون. قلت لي تغششت عليه قلت في لك الأخر. تغششت عليه على خاطر نعرفه مليح اونيت، ولكن تصويره نتاع دوزيميتون ما عادش مريقل، ما عادش كيما نعرفه اني تغششت. واحنا واحد واحد ندخلوا الاستوديو باش يلبسوا الميكروات وكل شيء، قلت لهم ماني اليوم ما يلومني حتى حد هكا كاريمون، معناها حمرت شويه، حمرت شويه معناها غفلقت، ما استنسوش بي، عرفت؟ حسوني تخنقت شويه بالكرافات وكذا كذا ومكبوس وكابس روحي كذا كذا، وقلت لهم اسمعني راني باش نتكلم على محمد عبد الله، ما تقولوش اماراتي، باش نتكلم على خاطر الاربيتراج هذا راهو ماهوش معناها الطريقه اللي ظفر بها دوزيميتون، مع عباره على الاتحاد العربي قاعد يدز مع الهلال. صدقني اقسم بالله اني ركبت المايك والمثنين قال هات، انا ركبت الميكرو باش نقعد على الكرسي ونتفرج على التلفزه، ولات ما عادش نتفرج في الاستاد، الاستوديو على الاستاد، اما اني نتفرج في الاكرون قدامي وركبولي في الميكرو، والمثنين قال عندي شي حد عشان وليت نعيط وكل شيء، ما خرجت من داخل، معناها عبارة على في الاخر، في الاخر ربي في الوجود، معناها من الاخر من الاخر سي سا لو سونتيمون،
اي دو مينوت ولا 3 مينوت اوديسيونيل ودرا شنو درا شنو، واحنا ديجا في استوديو معنا عرفت، وقتها تبدلت الدنيا الكل، ليموسيون كلها تبدلت. هذيك هي الخلفيه نتاع الحكايه، ما عادش نحب نشوفها. الفيديو عمرك شريتني بارتاجيتها ولا لايكيتها ولا حتى شيء، ما عادش نحب مستحيل. نشوفها. بور نو با دير، بور نو با دير اللي هي معناها واحد درا شنو، ما حاجتيش ما حاجتيش ما حاجتيش. يعني ولدي لوطي في ستاد، ولدي جاي من تونس قال لا سبيل اليه، معناها إيه؟ معناها الفرحه العارمه، معناها عرفت. وبيان سور بور ليماج نتاع ليتوال، خاطرك انت لعبت في ليتوال، انت ليتوال هنا مكتوبه بالنسبه للمحلل اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي، صحيح. عرفت معناها كبريزونتاسيون. معناها بالنسبه لي يعني سيتي اون فيكتوار دو مون كلوب، اللي هما مازالوا ما يعرفوش مليح اون بلوس. بالضبط. ليتوال اوتسايدر في الكوب اراب، ماهيش لو فافوري، الفافوري كان الهلال. بيان سور ليتوال ما الرمادة سوربريز بتاع في النجوم الفينال، بتاعها. وتنحى فلان وتنحى الاهلي وتنحى الزمالك وتنحى درا شكون درا شنو، ما نكذبوش على رواحنا. انا بالنسبه لي يعني سيمون كلوب وكبير في تونس وكذا كذا، مي بالنسبه للجمهور العربي الهلال قبل النجم. بالنسبه لي يعني سيتي سي سي ساما فيكتوار، اي هاو احسن الانديه العربيه ربحناها، احنا اللي انتوما ما تعرفوناش ولا ما تستعرفوش بينا. دونك فهمت لو ميلانس، الظرف اللي صار فيه استوديو بالحق، معناها من ايموسيون تاع واحد منرفز على الاربيتر كذا كذا، البونتو فرحه فرحه فرحه، ما نعرفش. اقسم بالله لا نعرف كيفاش صارت اسلام، ما ما حدا نعرفش كيفاش جات وحدا وحدا، عرفت. وحدا حتى الكلام اللي قلته ما نعرفش شنو، ما نذكروش ديجا. مي بون الاتحاد العربي حسها كوم فيكتوار للشامبيونات اللي فيها ايموسيون، وتركي آل الشيخ والاتحاد العربي والتهنئه والشيوخه كلموني غادي، شيوخه بعد الماتش ما عمرهم ما كلموني، عندي قديش من عام في الامارات. الف مبروك كابتن، فريق محترم، تستحقون تستاهلون، درا شنو الكلام هذاك، وفرحانين فرحانين ما نحكيلكش، عرفت. اما والله لا نهار حسبتها ولا نهار قستها، خاطر جي با بزوان، ما حاجتيش عرفت، بالحق ما فهمتك. حاجتيش. مش من لاعبي عرفت، مانيش من لاعبي تعدى على الاتوال، لعب في الاتوال ومشي على روحه. فهمتك. سوبورتير سوبورتير كان تخلق على حل عيني على الجمعيه، مشى لعب فيها بعدين رولاسيون معينه وتخلق حاجات معينه. ميزي دول معلش، يعني شو نقول لك، معناها كي تقول انت لعبت مع الحسومي ورناني شتالي وشد عليا بريزيدون جنيح، سي دي جون معناها تاريخ لتوال، لازم تقول في العشرين عام اللي انا حليت عينيا وقبل ما نتولد بشويه هي كنا مزوبا تتعلم تاريخ. جمهور إيطالي يقول واحد بالحب هذا للنجم ويبكي على الإيطوال، علاش بعيد اليوم سيتو سيتياسيون ماهيش ولا بد، علاش ما تعاونش زبير اليوم؟ انت بعت باختيار منك شوف وانا كيف فما شكون المعاونة، بعت. لا 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 مش بالحب، الحكاية هذه، الحكاية هذه بالكفاءة وبالاستحقاق وبالتفاهم. ما إذا نتصورش كان ما كل عندكش واحد حاجة تاني. لعب وحب، ما هو فما مشكلة النوعية نتاع المسؤولين اللي عندنا في الكورة بصفة عامة، باش ما تحسبش على الإتوال كهو، مش بالضرورة ديما يحبوا الملاعبية القدم، ولا بالضروره داخلين باش يخدموا بالكوريكسيون. ساعات واحد داخل حاسينه من الاخر ولات اداه للملاعبيه القدم، اداه خذ شهريه وقعد غادي ونحطوك مدير رياضي، ما نحن نقروا. بيان سور هذه ما تركبش معايا، يعني ما فيهاش نقاش عرفت. ما والا ركبتش تصير كيما معايا البيريود حقي. نتاع زياد، كيما بلوز موا ما ركبتش مع حقي، على خاطر حقي ما حبش ياخذ فلوس من الاول، من الاول قال نخدم من الاول جمعيتي ونشوف الجو، فهمت كيفاش؟ بيان سور المسؤولين ما يساعدهمش يجي حد ياخذ الكاميرا وياخذ الاحقيه والاسبقيه والانجاز وكذا كذا، خاطر هما جايين على الكاميرا وعلى الانجاز وعلى الشهره وكذا كذا. مالوريزمون سي ان فينومين صعيب برشا وغارق في كورتنا. معناها فما دو كيلكو اكسبسيون، ناس شدوا جمعيات يحبوها ومستعدين باش يضحيوا بشويه الكاميرا وبرشا فلوس وبرشا مجهود باش الجمعية اللي يحبوها تنجح، ما فهمش منهم برشا الحقيقة، عرفت.
وذيك علاش تو كي تشوف لو فينومين فوتبول في تونس ماهوش مشدود بكره ودو سبور في تونس الكل، ما فيش دي سبورتيف اللي شادين رجال اعمال ولا ناس دخلت للدومين في جمعيات الكل، معناها سيرار، معناها وقت اللي تجي صحيح مثلا فهمت. في دي فيديراسيون كيما المانيا في اسبانيا وين تحب تلقى دي ريفيرونس موجودين اون دوزيام ليني اون دوزيام بوزيسيون في ادوار معينه. هذه كاليتي زاده ما عندناش في تونس، انك تحط مسؤول يحط كل واحد في بلاصته، هذه ما عندناش في تونس، ما عندناش مسؤول يجي يحط لو بون، معناها لو بون ميك في الديريكسيون تاع ليكيب ناسيونال. بيروف عنده قداش من عام في المانيا، شاد الديريكتور، ديريكتور سبورتيف، معناها لو كوتي اورغانيزاسيون تاع ليكيب ناسيونال، بلانيفيكاسيون مع لونترونور يخدموا يكولابوريو، هذاك لو كوتي تكنيك ما يتدخلش فيه. مثلا عندنا دي بريزيدون دي فيديراسيون دافور سوكر، عندنا ناس شاد كرواتيا في دي فيديراسيون باهين، ولكن وين تحط دي دي شان، وين تحط ناس معينين، واحد يمشي اونترونور، واحد يمشي ديريكتور سبورتيف، واحد يمشي كونسيي، عرفت؟ دونك ما عندناش زاد ان بون ريسبونسابل اللي يعرف يحط كل واحد في بلاصته باش ياخذ منه لو ماكسيموم. كيما نحن في وقت صحيح ما جبنا جوهر المناري حطيناه اكومبانياتور، والناس كل تعرف اللي جوهر عاقل، عاقل عرفت، ماهوش نتاع فصع فلان خرج فلان من الاوتيل دخل فلان من الاوتيل، فهمت كيفاش؟ معناها تحسها كلي ومش في استراتيجي قيمة جوهر المناري يا ومش في كومبانياتور. قيمته، صحيح سان شامبيون دافريك، عرفتك اللي الاستيماسيون ولا هذه هي بالضبط، التقدير هو تأثير اللي مليم تحسها. التقدير مش في بلاصته مش هو بيته، عرفت شيني نقول ساعات مره في التلفزيون نقول لا جينيراسيون 2004 سي تري امبورطون باش نحطوها في الكوره في تونس، مي نحطوها كل واحد في بلاصته، خاطر سي اون جينيراسيون اللي جات معاصره، معناها حلق لحقوا على الفري بروفيشناليزم وي سو ابديتد، فيهم نسبه كبيره لعبوا في نيفو باهي من الاحتراف، طورت برشا الكره على ال 20 عام اللي لعبناها احنا، راهو احنا لعبنا نون اماتور، لعبنا اماتور ونون اماتور وسيمي بروفيسيونيل، هذه جينيراسيون تاعنا احنا، بعدين مشينا بروفيسيونيل في الخارج، تو ولا بروفيسيونيل في تونس، صحيح ولا دي بروفيسيونيل في تونس، شوف وعندنا ناس يجيو من بو بارتو كي يلقاو اوتور دو ليكيب ناسيونال سون استوار، الناس اللي عملتها الاستوار دو ليكيب ناسيونال، فك ما قد نجيش انسان هز احنا عندنا جيل واحد هز شامبيونات افريق، نحطوهم في بلايص محترمه ونقدروهم، ما فيهم حتى واحد توا عنده بلاصه بيك. لا كمان سي حاتم يخدم لاباس عليه، كريم الى في سا كارير وكمل لاباس عليه، ايزون في دي شوا بعاد مش بالضروره كلهم في الكوره بعاد، ولكن راضي سي اون ريوشيت، راضي في طريق محترم جدا جدا، صحيح كريم حقي مش ياخذ طريق على روحه بطبيعه، يقعد ديما الكوره تجبدهم ويجبدوهم الناس للكوره في تونس، ولكن تحسهم راهو كل فايقين، الكل فايقين مليح مليح، اللي خرج من التصويره وبعد وخلى روحه بعيد على خاطر مهدي النفطي ايراني كذلك في اسبانيا وعشوين سليم بن عاشور دون لو إسبانيا دومين، فما برشا جوريت راهو كليتون عمل المانجر، خالد بدر يعمل المانجر زاده، فما دي جوار خذوا طرق معينة عرفت، ويشوفوا رواحهم ويعرفوا اللي ماهوش بلاصتهم في الكورة في تونس، دونك جوبيل معناها هذاك تشوف حتى الفينومين التغييرات اللي صاروا توا في الايطوال، حتى التغييرات اللي صاروا توا في الايطوال معناها ما دام ما فيهمش كون كوارجي معناها ما تشوفش ماكش اوبتيميست معناها بيهم. ليتوال، لا لا مانيش اوبتيميست على السيستيم، على السيستيم ليتوال لازمها تدار كي دي جران كلوب، مجلس إدارة، دي جون، ثمانية زبير ولاد سامحني باش يقطع.